احنا نتمنى وان شاء الله تتحرر فلسطين. وبرسكو احنا شفنا الدراري صغار كيفاه ماتوا، كيفاه قصفهم الصهيون. احنا نقولوا الصهيون ما كانش جزائري ما يكرهش بني صهيون، احنا نكرهوهم ونحتقروهم على الجرائم اللي داروها، جرائم والله العظيم ترف لها الجفون، ترف لها العيون، القلب يتقطع. احنا نشوفوا كيفاه الدراري الصغار كيفاه يضربوهم، كيفاه يهبطوا في الباطيمات، كيفاه يكسروا، كيفاه يقتلوا، كيفاه يدين طايره رجل طايره، نبكيوا معاهم. احنا نتمناو ان شاء الله يا رب العالمين تتحرر فلسطين ان شاء الله، ويحبس بني صهيون من الضرب هذايا، كل دقيقه يضربوا. وهاك على بالك درك راح يفيدوا لبنان وسيها وقاعد يقصفوا فيها، يقصفوا في البلدان العربيه كل. نتمناو حتى الدول العربيه تكون مع الجزائر في موقف واحد، مع كما نقول احنا، بالرغم من الجزائر راهي وحيده الان مع تونس الحمد لله، راهي غير هي تهدر وحدها. نتمناو من الدول العربيه تقف وقفه رجل واحد باه نحيو هذو بني صهيون، هذو نحيهم، خلاهم من الكره الارضيه ان شاء الله.